اهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالناس المتابعين، مرحبا بالناس المتابعين، ومرحبا بناس اسفي وناس المغرب وناس خارج المغرب فين ما كانوا. اهلا وسهلا، تحياتي لكم جميعا. حكيمه كتحييكم اليوم وكنعمل لكم تحيه مباشره من منطقة شام صويرية، مباشرة من شاطئ صويرية. شاطئ صويرية يبعد على مدينة أسفي ب 20 كيلومتر، هو 30 لا الكاب هو اللي 30 ب 20 كيلومتر، وهي منطقة شاطئية جميلة بزاف كتوفر فيها جميع المرافق كيفما كتشوفوا معايا. إلى جينا لصويرية كنلقاو جميع المرافق، كنلقاو إقامات، كنلقاو مقاهي، كنلقاو مطاعم، كنلقاو كل ما كنحتاجوه الى جينا هنايا. منطقه صويريه منطقه جميله بزاف، فمرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي لكم. يوم الاحد، صباح يوم الاحد، مباشره من صويريه، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا معنا احنا كنتواجدوا امام طواجين، كيف ما كتشوفوا، ما كتشوفوا مقهى، نعم، مقهى الرمال الذهبيه الخاصه بالطواجين. ما كتعملوش الشوايه، كيعملوا حتى الشوايه والطواجين كيف ما كتشوفوا، الطواجين كيف ما كتشوفوا تبارك الله. فكيف ما كتشوفوا معنا، فإلى جينا هنايا كنلقاو جميع المرافق. مرحبا اخي، شكرا الاخ صاحب المقهى انه كيفتح لينا الطواجين، حنا كنصوروها، فمرحبا بكم. مرحبا اخي، لعبتي تحمل تحيه، تفضل. مرحبا، تفضل اخي، تكلم. لو بغيتي تعمل تحيه بغيتي تتكلم. وزيد جمال كيدير الطاجين. مرحبا 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 اخي، مرحبا، فاهلا وسهلا. يلا اليوم دابا في هذه الوقيته نمشي ونديروا مع بعضنا جوله جميله. شكرا اخي، شكرا، نعملوا جوله جميله. مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. جينا اليوم كيف ما عملت معكم المقدمة، جينا اليوم لشاطئ صويرية، شاطئ صويرية باش نعملوا فيه واحد الجولة جميلة، نتمنى الإعجاب ديالكم، وإن شاء الله نتمنى كل الناس اللي تسمع عندنا من القناة تعجبهم القناة، فمرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا معنا في القناة. تفضلوا عملوا اشتراك، عملوا تفاعل جميل، مرحبا بكم جميعا. اهلا بناس اسفي، ناس المغرب وناس خارج المغرب، مرحبا بكل الناس. مساء الخير ناس اللي عندها المساء، وصباح النور ناس اللي عندها الصباح، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. فيلا دابا نمشي مع بعضنا نعملوا واحد الجوله جميله بشاطئ صويريه. شاطئ صويريه منطقه جميله بزاف كتستهوي كاع الناس، كيجيو لها الناس من جميع العالم، من المغرب وخارج المغرب، هي منطقه جميله بزاف. فمرحبا بكم، اهلا وسهلا، وتحياتي جميعا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. يلا دابا نمشي ونعملوا جوله جميله. شكرا اختي، مرحبا بك، شكرا. هذه هي ساحه صويريه، شاطئ صويريه، الساحه التي الى جينا نلقاو كراسي فين نجلسوا نرتاحوا، وهاد الساحة هي اللي كتقام فيها ساحة الحفلات المهرجانات اللي كتكون هنايا، والحفلات كيف ما كتشوفوا معايا ساحة رائعة جميلة بزاف. هناك جو جميل، جو مشمس وجو جميل كيف ما كتشوفوا معايا، وأجواء جميلة. وإن شاء الله نتوجهوا دابا، كنتوجهوا إلى الشاطئ باش نشوفوا مع بعضنا الأجواء كيفاش عاملة في شاطئ صويرية. مرحبا بكم. هذه هي الأجواء اليوم الأحد، مباشرة يوم الأحد، هذه الأجواء الصويرية ممتلئة بالناس المصطافين، زوار، ناس أسفي وناس المغرب وناس خارج المغرب، كل الناس كتجي هنايا وكيستهويها المكان وكتعجبها منطقة صويرية، أنها منطقة فعلا جميلة. وأنا كنتكلم معكم كنشم رائحة سردين الشواية، أن منطقة صويرية كتشتهر بالشواية، السردين والحوت، وكتشتهر بالمراكب الصغيره لصياده للصيد وللسمك،
وكيف ما انا كنتكلم معكم كنشم رائحه الشوايه، رائحه السردين. هذه هي الاجواء. نهديكم مناظر رائعة للسفن الخاصة بصيد السمك، صيد السردين التي تشتهر بها منطقة صويرية. شوفوا معايا مناظر رائعة جدا. أمامنا ميناء صويرية. هناك مخيمات للأطفال من مناطق أخرى من المغرب، وتكون حتى من خارج المغرب. كما كتشوفوا معايا هنا تقام منصة الحفلات خاصة بالمهرجان بالصويرية والخاصة بالمخيمات الموجودة هنا بالمنطقة. فعلا أجواء رائعة. صويرية منطقة جميلة وتشتهر بالشواية وتشتهر موجودة بها مقاهي ومطاعم وكل ما نحتاجوه، وتشتهر بشواية السردين. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الأجواء، ممتلئة على الآخر. منطقة صويرية ممتلئة على الآخر. مرحبا بكم، ممتلئة على الآخر. شاطئ صويرية، نهديكم أجواء رائعة من شاطئ صويرية مباشرة يوم الأحد. نعمل معكم جولة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، تنال تفسحوا وتجولوا معايا. مرحبا بكل الناس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. أجواء رائعة فعلا. جانب المياه، نشوفوا الأجواء كيفاش عاملة. تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. كيف ما كتشوفوا معايا أجواء كيفاش عاملة، كيفاش الشاطئ ديال صويرية ممتلئ على الآخر. كيجيو ليها الناس كتار، كيجيو ليها الناس بزاف. أنا كنلقاو الناس ديال الأسفي، أغلبية الناس أسفي، الأكثرية الناس قاتنة أسفي كيجيو لمنطقة صويرية أكثر، وعندها شعبية كبيرة من سنين قبل.
ديما عندها شعبيه كبيره ومعروفه على الصعيد العالمي، وهي التي في كل سنه كتحصل على اللواء الازرق. كل سنه كتحصل على اللواء الازرق، تشوفوا معايا ما شاء الله، تشوفوا الناس وسط البحر كيفاش الشاطئ داخل الشاطئ ممتلئه على الاخر. فعلا اجواء رائعه. كنعملها معاكم اليوم الاحد من شاطئ سواليه. كل ما كنحتاجوه مطاعم اعتذر، مطاعم خاصة بطهي السمك شوية ومقاهي. إلى جينا هنايا نتنزهو ونتصيفو وندوزو نهار جميل، فعلا غادي ندوزو نهار جميل، لأننا غنلقاو كل ما كنحتاجو، كل ما غنحتاجو في هذاك النهار ديالنا اللي غادي ندوزوه غادي نلقاوه هنايا في هذه المنطقة، شاطئ منطقة الصويرية، وهذا هو شاطئ الصويرية. مرحبا بكم، اجيو دابا نمشيو لمكان اخر، نتواجهوا الان الى الميناء. مرحبا، على حدايا ماشي ساعه من صافي. هنا تقام حفلات الاطفال بشاطئ الصويرية كيف ما كتشوفوا امامنا. هناك مناظر جميله للقوارب الصغيره لصيد السمك وسط البحر. نمشيو دابا نتوجهوا لمكان اخر. مرحبا بكم، حنا الان كنتوجهوا الى الميناء المرسى، الميناء ديال الصويرية اللي كتكون فيه شواية. الناس كيمشيو اللي كيحبوا ياكلوا الشواية كيمشيو للميناء. حنا الان كنتوجهوا ليه، نمشي انا ان شاء الله نكمل معاكم الجولة، وغادي حتى انا الى لقيت شواية كاينة غادي ناخذ شواية باش نتغدى، راني مازال ما مغدياش. مرحبا بكم جميعا، حابين نعمل معاكم الجوله نتوما الاولين. كيف ما وصلت للمنطقه، كيف ما جيت للشاطئ الصويرية، حبيت نعمل معاكم الجوله نتوما الاولين، عاد اللي من بعد نمشي ان شاء الله باش نتغدى. الى لقيت شويه، أن يوم الأحد كيكون السمك بجميع أنواعه، ولكن شوية نشوف إلى لقيتها. فعلا مناظر رائعة، فعلا كنتوجهوا الان الى الميناء، وبالضبط المنطقه اللي كتشتهر بالشوايه السمك. اجيو نمشيو مع بعضنا نشوفوا الاجواء كيفاش عامله. مرحبا بكم جميعا مره اخرى، كنرحب بكم جميعا بالقناه، تابوناو معنا، مرحبا بكم، فعلوا الجرس، عملوا تفاعل جميل. مرحبا بكم جميعا، قناة متنوعة، وإن شاء الله نعملوا جولات مع بعضنا، هي خاصة بالجولات أكثر، إن شاء الله نعملوا جولات مع بعضنا من المغرب، من آسفي وخارج آسفي ومن المغرب، وإن شاء الله علاش لا حتى من خارج المغرب إن شاء الله. السوق
السوق يوم الاحد. هنا كاين السوق، الا حبينا نشريو اي حاجه نجيو ليها هنايا لهذا المكان ناخذوها. قرابين المنطقه اللي فيها شوايه مكان، احنا مازال في السوق. كما كتشوفوا معايا الاجواء في السوق في شاطئ الصويريه، كتشوفوا اجواء السوق اليوم. هذه هي الاجواء في السوق، هنا بالضبط في المنطقه اللي كيجيو الناس ياكلوا فيها ياخذوا شوايه. فاجيو نمشيو مع بعضنا نشوفوا واش كاينه شوايه اليوم الاحد. الان حنايا بالمنطقه الخاصه بالشوايه والمقاهي الخاصين بالشوايه وطواجن الحوت، فاجيو نمشيو مع بعضنا كيبان لي ان كاينه شوايه. نعم، عالم صويرية كيف ما قال الاخ، كاينه شوايه كيف ما كتشوفوا معايا، كاينه شوايه. السلام عليكم اخي، كاينه شوايه اليوم؟ مرحبا بكم في معود العيدي صويريه الطيبه. مرحبا مرحبا. شوفوا معايا شوايا، جو فعلا جو جميل بزاف، ناس كتصور. حبيتي تصور اخي؟ مرحبا مرحبا. صور يا مرحبا. ها انت، انا كنصور فيك اخي وانت كتشوي. انا كنصور فيك. شوفوا معايا شوايا، الاخ هو كيهيئ شوايا. قهوه العودي ترحب بالجميع. شوفوا شوايه امامنا، السردين مازال طازج. اليوم قهوه العيد. هدية هدية هدية. نار شوايه رخيصة. كتشوفوا الاجواء كيفاش عاملة في المكان اللي فيه شواية. والناس كثار. اش من قناة عندك ألالة؟ مرحبا أخي، من بعد معكم قناة حكيمة كاشيغي باليوتيوب. مرحبا بكم. مرحبا أخي، قول لي شوية ثمن شحال شوية؟ 10 دراهم. 10 دراهم؟ أنا دابا غادا نجلس ناخذني شوية. قول لي فين غادا نجلس؟ المكان عامر بزاف، مقهى عامر. شوفوا معايا اجواء كيفاش عامله. باي باي. مرحبا. غير الايجار. شنو نصوروا بعدا هو؟ راه ما صور تا واحد. خذ راحتك. هيا تطيب اخويا، هيا تطيب. كما كتشوفوا حنايا دابا، انا دابا جيت مرحبا خويا شكرا، جيت للمطاعم الخاصه بالشوايه. فكيف ما كتشوفوا حاليا انهم كما كتشوفوا السردين، شويه السردين هناك اللي زويت ليمول 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 كيف ما كنقولوا لي حنا البوزروق ليمول ليمول.
كما كتشوفوا الشواية طازجة بشاطئ سويرية، فمرحبا بكم بشاطئ سويرية. لا 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 انا كناخذ سردين، مرحبا بكم شوية، مرحبا بكم سردين طازج. كاين ليمون بوزروق كما كتشوفايا، هذا هو سردين اساسي. حنا الان كنتواجدوا بمنطقة شاطئ سويرية اللي كتشتهر بالشواية ديال السردين. كنزيدكم هذا البلا ديال الشواية بخاطركم، كنهديها لكم جميع ناس اسفي، جميع ناس المغرب وخارج المغرب، مرحبا بكم باسفي ومرحبا بكم بمنطقة شاطئ السويرية اللي كتشتهر بشواية السردين الطازج، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا، كيف ما كتشوفوا معنا اننا كيف ما كناخذ في السردين في الشوايه، ان كاينين الناس جالسين حدايا، فالاخ حاب يعرف بالمنطقه حتى هو، تفضل اخي. السلام عليكم، مرحبا بكم في شاطئ السويرية. بالنسبه للسويريه واحد الحاجه، اللي جا للسويرية وما كلاش السردين راه ما دار والو. سويرية مشهورة بحالها بحال اسفي، هي بينها وبين اسفي واحد 30 كيلومتر تقريبا، 20 20 فوالا، نقدر نقولوا من السونتر ديال اسفي، داكشي اللي حسبتها معايا، واحد 20 بحال هكا. اللي كتميز هي بالحوت، عندها مرسة زوينة، دات اللي هو الازرق واحد الربع سنين، ما عرفتش اين اعوام، مي الشاطئ ديالها زوين 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 بزاف. اللي بغى يجي مرحبا به، يسول على امين اللحية وبخاطر قلة اللحية. مرحبا مرحبا اخي، مرحبا بكم. الناس كيف ما كتشوفوا، الناس كتاخذ شوايه، فمرحبا بكل الناس. والى هنا غادي دابا نحبس معكم الفيديو، وانا كان شكرا اخي، مرحبا بك، شكرا شكرا. الان وانا كناخذ شوايه، غنخليكم هنايا ونتمنى لكم ان شاء الله شهية طيبة لكل الناس، ونتمنى لكم إن شاء الله نهار جميل، نهاية عطلة جميلة، ونتمنى إن شاء الله البلوغ ديال اليوم اللي عملت معكم من شاطئ سويرية يكون نال الإعجاب ديالكم. مرحبا بكم جميعا، خلي لكم الراحة والأمان. حكيمة كتحييكم من شاطئ سويرية مرة أخرى، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا، تحياتي، إلى اللقاء.